أثنى رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح على مواقف روسيا الاتحادية تجاه اليمن، وآخرها كلمة ممثل روسيا في مؤتمر جنيف. وقال الزعيم صالح في منشور له على صفحته في فيسبوك: في المواقف المبدئية المسؤولة لا يمكن للإنسان إلا أن يشعر تجاهها بالامتنان والتقدير، وهو ما ينطبق على الموقف المسؤول التي عبرت عنه روسيا الاتحادية الصديقة على لسان نائب وزير خارجيتها السيد جيداني جيتالوف في كلمته التي ألقاها أمام ما سمي بمؤتمر الاستجابة الإنسانية لليمن الذي انعقد في جنيف لتقديم الدعم الإنساني لليمن، وهو الموقف الذي نثمنه لروسيا الاتحادية ونقدره تقديرا عاليا، فقد لامس الحقيقة التي كان يجب أن يقتنع بها الجميع، وهي أن يوقف المعتدون على اليمن عدوانهم السافر والهمجي أولا، وقبل أن يقدموا من فتات المال الذي يمكن له أن يسد جزءا من حاجة الناس لبعض الوقت، طالما والعدوان مستمر والتدمير متواصل وقتل الأطفال والنساء والشيوخ والشباب في تصاعد كل يوم بل وفي كل ساعة، والذي باستمراره سيحتاج العالم والأمم المتحدة إلى استمرار التسول والمتاجرة بمعاناة اليمنيين عاما إثر عام، بينما لسان حال الشعب اليمني الصامد والصابر والموجوع يقول: أوقفوا القصف والدمار ولا نريد مساعداتكم، أوقفوا قتل الأطفال والنساء وكل المدنيين الأبرياء واحتفظوا بأموالكم لكم، أوقفوا تدمير المساكن والمنشآت العامة والخاصة والبنى التحتية والمصانع والمزارع والمدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات ومحطات الكهرباء والوقود ومشاريع المياه، ولا نريد منكم أي مساعدات إنسانية. فأكبر مساعدة وأهم عون يقدم لليمن واليمنيين أن توقف دول العدوان عبثها بمقدرات اليمنيين وتدمير وطنهم وقتل شعبهم بمباركة دولية وكأن شيئا لم يكن في هذا الوطن الجريح. أليس من الأفضل لدول العدوان أن تكسب ثقة الشعب اليمني ومحبته بدلا من أن تعمق الأحقاد عليه لدى اليمنيين جيلا بعد جيل، والتي لا يمكن لأي يمني كان أن ينسى الجرائم البشعة التي ترتكب في حق اليمن من قبل دول شقيقة وجارة، وبدعم ودفع من دول الاستكبار العالمي والهيمنة والجبروت الاستعمارية بقيادة أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وبالمال العربي. ومع ذلك هل للأمم المتحدة بما ستجمعه من أموال والتي قدرتها بمليارين ومائة مليون دولار للاستجابة الإنسانية التي تحتاجها اليمن منعا لحدوث المجاعة الكاملة التي تمثل أكبر كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية؟ هل ستكون الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة نفسها هي المسؤولة عن استيعاب تلك الأموال وتوجيهها لتأمين حاجة اليمنيين في كل الأراضي اليمنية، أم أنها ستسلم إلى تلك القربة المخزوقة المتمثلة في هادي وبندغرة وأعوانهم، وتضاف إلى العشرة المليار دولار التي تبجح ممثل النظام السعودي في مؤتمر جنيف بأن السعودية والإمارات قدمتها إلى ما أسموه الحكومة الشرعية ولم يعرف مصيرها إلى اليوم؟ نقول هذا ليس تشكيكا في نوايا ومواقف الأمم المتحدة في هذا الجانب الإنساني، ولكن من باب التأكد بأن الأموال التي ستجمع سيتم توجيهها نحو الأغراض المحددة والأهداف المرسومة، وأهمها على الإطلاق إنقاذ اليمنيين من الوقوع في مجاعة محققة لن تستثني أحدا، وحتى لا نظل ندور في دوامة وحلقة مفرغة قد تؤدي إلى الانهيار الكامل لدولة وشعب لا ينشد سوى السلام له ولغيره. إن الموقف الأخلاقي المسؤول الذي عبر عنه السيد أنطونيو غوتاريتش الأمين العام للأمم المتحدة ونائبه للشؤون الإنسانية السيد ستيفن أوبراين تجاه معاناة اليمنيين وما تتعرض له اليمن موقف مسؤول يستحقان الشكر والتقدير عليه من كل أبناء الشعب اليمني، ولكن هذا الموقف لا يكفي، فالمؤمل أن يمارس الأمين العام وكل مسؤولي المنظمة الدولية والإنسانية والأخلاقية الضغط على مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار ملزم بوقف العدوان على اليمن ووقف قتل اليمنيين وإنهاء الحصار المفروض على الشعب اليمني بعيدا عن أساليب المناشدة والتمني والأمل. فمنظمة الأمم المتحدة وجدت للحفاظ على أمن وسلامة العالم ومنع الحرب والصراعات ومساعدة الشعوب المظلومة والمغلوبة على أمرها،
لتشق طريقها نحو الأمن والسلام والاستقرار والتنمية، كما أن وجود الأمم المتحدة لا يجب أن يكون مرهونا بسطوة المال، مال الدول النافذة والغنية والمتجبرة، والوقوف موقف المتفرج أمام جرائمها التي ترتكبها ضد الشعوب والدول بدون أي مبرر أو مصوغ قانوني أو أخلاقي. إننا في الجمهورية اليمنية شعبا وحكومة وقيادة مع السلام الكامل والشامل وغير المنقوص، ونمد أيدينا للسلام مع الآخرين وفي المقدمة مع الجارة السعودية، ثم مع أبناء جلدتنا وإخواننا ورفاقنا في الوطن والمصير، عبر حوار جاد ومسؤول وبما يحقق المصلحة الوطنية الشاملة التي لا تستثني أحدا اليوم، وبما يضمن مشاركة الجميع في تحمل مسؤولية قيادة وبناء الوطن والنهوض به من براثن التخلف والفقر وإعادة إعمار ما دمر من قبل العدوان والصراعات الداخلية وتجاوز حالة التمزق والفرقة مهما كانت أسبابها، فبالحوار سنعيد بناء الوطن اليمني الواحد الموحد، وبالحوار سنحافظ على مكاسب الثورة والجمهورية والوحدة، وبالحوار سيعم الأمن والسلام والاستقرار في كل ربوع الوطن، وبالحوار سنقضي على رواسب الحقد والبغضاء والكراهية التي رسخها العدوان وأدواته من القوى التي باعت نفسها للشيطان واختارت طريق العمالة والارتزاق للإضرار بالوطن والشعب. وأذكر هنا بأننا سبق وأن رفضنا كل الضغوطات والإغراءات وأساليب الترهيب من أجل أن يكون هنالك اصطفاف ضد أنصار الله، وطالبنا وبإلحاح أن يكون هنالك اصطفاف وطني ومصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحدا، ورفضنا مئات الملايين من الدولارات التي عرضت علينا من أجل الاصطفاف مع الإخوان المسلمين وهادي وقوى التآمر ضد فصيل من الشعب اليمني، وواجهنا وبقناعة تامة نتائج ذلك الرفض من استهداف شخصي وتدمير لمنازلنا وممتلكاتنا ومنازل وممتلكات أسرنا وأقاربنا وزملائنا في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصاره، واعتبرنا ذلك هينا أمام ما يتعرض له بقية أبناء شعبنا من استهداف وحشي لم يسبق له مثيل. اليوم والجميع يتابع ويراقب بألم وحسرة أن اليمن أصبحت قضية في سوق النخاسة، وأصبحت معاناة شعبنا المكلوم والمعتدى عليه مصدر ارتزاق رخيص لأولئك الذين يدعون الشرعية زورا وبهتانا، والذين جعلوا اليمنيين سلعة للتسول إرضاء لرغبات أسيادهم المعتدين. وإن من سخرية القدر أن ينبري أولئك الذين يدعون الشرعية ليباركون ويؤيدون تجزئة اليمن وشرذمتها ويطالبون باستمرار الحصار والقتل للشعب اليمني. لقد شاءت الأقدار أن نقف نحن في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصاره مع أنصار الله وحلفائهم في خندق واحد ضد العدوان، مشكلين جبهة صد قوية أمام المخططات والمشاريع التمزيقية التي يخطط لها الأعداء، مستعينين بالمرتزقة والعملاء الذين يريدون من خلال تلك المخططات تفتيت اليمن وتحويلها إلى دويلات وكنتونات خدمة لأهدافهم التوسيعية في يمن الإيمان والحكمة، يمن الحضارة والتاريخ. لقد تمادى العدوان في غطرسته وتجبره على شعبنا ووطننا، ومع ذلك فإننا على يقين والتاريخ سيشهد أن دول العدوان لا شك ستندم ندما كبيرا على تحالفهم الباطل وعدوانهم على اليمن مهما كانت ذرائع العدوان، وفي المقدمة تلك الذرائع التي يروج لها حكام نظام آل سعود الذين يدعون كذبا وافتراء بأن أمنهم مختل من قبل اليمن، والعكس صحيح، فأمن اليمن واستقرارها مختل من قبل السعودية، ولا يمكن لعقل أن يتقبل أن إيران موجودة في اليمن، فإيران في أرضها وعلى شواطئ بحارها المجاورة لشواطئ وبحار دول الخليج المشاركة في العدوان على بلدنا، ومن العيب استمرار هذه الاسطوانة المشروخة.